Double double G. Snoop. Da 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 Thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at the strange, but you know I'm a loser. Step up in the mic, just a swank in my head. I'm a tahrif tazdin. Ora, tastadim bishaki beterwish. Ziyade kbir ma yitraddadsh fi al-alan an darb al-jazaa li-mustarq. Daqiqa 75, Tarek al-Nasri bidkaya kbiri kharij Rami al-Tahri. Wajh liwajh ma al-Haris Boudderbella. Wabidun anai da'af natija al-fariqu. تنفيذها الطاهي بنفسه وينجح في اقتناص السباقية الأخضر والأبيض مبكرا. بعد رامي الطاهي يتوغل في دفاعات المحليين يسقط داخل مناطق الجزاء في التحامه مع هيثم الصالحي والحكم يعلن عن ضربة جزاء للقسرين. يتولى تنفيذها الطاهي بنفسه وينجح في تحقيق أسبقية القسرين في اللقاء منذ الدقيقة العاشرة. الثاني يصبر الترابيش في الفريق على جهة اليمنى يوزع أرضية ورامي الطاهي بدون صعوبة يعلن عن افتتاح باب التسجيل لفريقه. هدف رامي الطاهي في العملية. بعد تبادل كروي بين خليل الجلاسي ورامي الطاهري وزع من وسط الميدان وصابر الطرابلسي ياخو كورتو وسط منطقة الجزاء. في مرة أولى ثم القناص الطاهي حاضر لإهداء ثلاث نقاط ثمينة للجماهير المستقبل في لقاء قدم فيها الفريق نفسه كمراهن جدي على البقاء. هدفين أبيضين من الجانبين، البداية برامي الطاهي من جانب المحليين. رامي الطاهي
الحالية ليعار قلب منطقة الجزاء والحكم قريب من العملية يأمر بضرب الجزاء المحلي. واللي كانت اخطرها للقصرين في الدقيقه الثانيه. رامي الطاهي في التوزيع، يونس مزهود في المتابعه، الكره الراجعه من الدفاع لكن تسديدته ضعيفه في يد بلد.